شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العلي العظيم. نتحدث في هذا اليوم بحول الله وقوته حول المجالس الحسينية. أول بعد يلفت انتباهنا في هذا الموضوع هو البعد الفقهي للمجالس الحسينية، لكي يتبين هذا البعد لابد أن نشرح بإيجاز قضية المقدمات الوجودية للواجب. ماذا تعني المقدمات الوجودية؟ المقدمات الوجودية تعني أنه عندما تتعلق الإرادة المولوية بشيء معين، الحب المولوي، يعني حب المولى عندما يتعلق بشيء معين، هذا الشيء يتصف بصفة الوجوب. المولى يريد هذا العمل، المولى يحب هذا العمل. هنالك بالإضافة إلى هذه الإرادة وبالإضافة إلى هذا الحب شيء آخر، العقل يلاحظ هذا الشيء الذي تعلقت به إرادة المولى، ويجد أن هذا الشيء يتوقف وجوده على مقدمات معينة. يعني عندما تحاول أن تحقق محبوب المولى، عندما تحاول أن تنفذ ما أراده الله سبحانه وتعالى منك، تجد أن هذا الشيء يتوقف على مقدمات. هنا توجد مسألة اللابدية التكوينية. اللابدية التكوينية يعني أن العقل يرى أنه لكي يصل إلى هذه النتيجة لابد له تكويناً، لابد له عقلاً من أن يحقق هذه المقدمة.
هذه المقدمة تتصف بالوجوب العقلي، يعني ذلك الهدف يتصف بالوجوب الشرعي، وهذه المقدمة تتصف بالوجوب العقلي لأن ذلك المحبوب للمولى يتوقف على هذه المقدمة. المولى يقول: ولله على الناس حج البيت. الحج محبوب للمولى، الحج واجب بالوجوب الشرعي المولوي، ولكن كيف يمكنك أن تصل إلى مكة؟ كيف يمكنك أن تؤدي هذه الأعمال وهذه المناسك؟ تحقيق هذا الغرض متوقف على طي المسافة، لابد أن تذهب وتهيئ وسيلة السفر وتذهب إلى تلك البقاع. المولى قال اركب السيارة؟ لا. المولى قال اركب الطائرة؟ لا. ولكن العقل يقول ما دام هذا الهدف يتوقف على هذه المقدمة فهذه المقدمة واجبة بالوجوب العقلي، يعني لا بد أن تركب الطائرة أو تركب السيارة أو تستخدم أي وسيلة أخرى للوصول إلى هذا الهدف. هذه تسمى المقدمات الوجودية للواجب. نأتي إلى المجالس الحسينية التي كانت والحمد لله عامرة في هذه الأيام، وينبغي أن تظل عامرة فيما بعد. هذه المجالس حقيقة إذا واحد يتأمل فيها يفكر فيها، إحنا في الواقع نعيش داخل المنظومة، اللي يعيش داخل المنظومة لا يفهم ماذا يجري في هذه المنظومة، ولكن إذا واحد يعيش خارج، يعيش برا، يفهم بصورة أفضل. السمكة التي تعيش في الماء ربما لا تفهم ما هو معنى الماء، إذا قيل لها ما هو الماء لعلها لا تفهم ماذا يعني الماء. في الحكمة الإلهية يقولون إذا كان النور سرمدا علينا، يعني إذا النور كان دائم ما كنا نفهم ما هو معنى النور، إذا ظلام ما كان، ما كنا نخرج من حيطة النور، ما كنا نفهم شنو معنى النور. وهذا يحتاج إلى توضيح نوضحه في يوم آخر بإذن الله. إحنا نعيش ضمن هذه المنظومة، اللي يفهم دور هذه المجالس هو الذي يعيش خارج هذه المنظومة. الأعداء هم الذين يفهمون شنو معنى هذه المجالس، من الذي يخلق الانتماء الديني، من الذي يخلق الولاء الديني، هذا الولاء الديني، هذا الانتماء الديني، هذه المشاعر التي تشدنا بالله وبالقيم وبالحسين صلوات الله عليه، من اللي بقاها 1400 عام؟ إحدى أهم هذه الوسائل هاي المجالس هي التي بقتها. الأعداء مو بغفلة، بوعي، بتخطيط يحاربون المجالس الحسينية. ليش يحاربوها؟ ليش عندما دخلوا المستعمرون الكفار كانوا يدخلون بلادنا
في القديم كانوا يمنعون هذه المجالس، لأن هم اللي كانوا يفهمون شنو معنى هذه المجالس. حتى إذا مجلس في بيتك ويحضره طفل واحد لك، هو هذا المجلس يخوفهم. هذه المجالس تخلق الانتماء الديني، تخلق الولاء المذهبي، تبقي هذه المعاني والقيم الدينية في نفوس الأجيال جيلا بعد جيل. لذلك إذا كان كذلك، يعني إذا كانت هذه المجالس مقدمة لتحقيق هذا الواجب، وهي كذلك، إذا كانت فهي تتصف من الناحية الفقهية بالوجوب العقلي، يعني واجبة عقلا، وجوبا عقليا. هذا بحث أحد العلماء فوق المنبر، يقول من مات في إحدى البلاد البعيدة اللي ما عندهم هاي المجالس، حقيقة هذه المجالس نعمة لنا ولأولادنا. يقول أنه من مات ولم يحج يقال له عند موته: مت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا. فيلاحظ همهمة بين الحاضرين، بعدين عندما ينزل من المنبر يسأل أنه شنو هذه الهمهمة في إحدى البلاد الأجنبية. يقول الحاضرين كانوا يسأل بعضهم البعض الآخر: شنو معنى هذا الحديث، مات يهوديا، شنو اليهودي موزياً اللي يقال له مت إن شئت يهوديا، النصراني موزياً يقال له مت إن شئت نصرانيا، مسلم شيعي لا يعرف الفرق بين الإسلام وبين اليهودية. هؤلاء الذين راحوا، هؤلاء الذين انفلتوا، أبنائنا اللي الآن في البلاد الأجنبية ونحن المسؤولون، يعني كل واحد قادر مسؤول، من الذي يحفظهم هناك؟ كل يعيشون في أجواء الكفر، في أجواء الفساد. واحد من الإخوة كان هنالك كان يقول: كانت تمر علي الأيام والأسابيع ولا أسمع فيها صوت الله أكبر. يقول: كنت أتلهف إذا يوم من الأيام كنت أروح إلى مكان، إلى محل فيه مجلس للحسين صلوات الله عليه، أو أذان المؤذن يؤذن، أشعر بنشوة لا تعادلها نشوة. نفس قضية إبراهيم صلوات الله عليه حينما سمع ذلك الرجل أو ذلك الملك يقول: سبوح قدوس. هذه المجالس هي التي تحفظ هذا الانتماء وهذا الولاء، ولذلك فهي واجبة شرعا بالوجوب العقلي. هذا البعد الأول، البعد الفقهي. البعد الثاني، البعد الاجتماعي. الأشياء تعرف بأضدادها. الشخص الذي تربى في مجالس الحسين صلوات الله عليه قارنوه بشخص بعيد، لاحظوا سلوك هذا وسلوك هذا. مروا على مستشفيات الأعصاب، الذين يحضرون مجالس الحسين كم واحد منهم يصاب بالأمراض العصبية، والذين لا يحضرون كم واحد منهم يصاب بالأمراض العصبية. مروا على السجون، اللي يجون في السجون يجيبوهم في السجون المجرمون، هؤلاء هم الذين نموا تحت هذه المنابر. كم واحد من الذين نموا تحت هذه المنابر تجدونهم في السجون والمعتقلات؟ كم واحد من هؤلاء الذين نموا في المنابر وتحت المنابر يقتل الأبرياء،
اللي ينمو في مجالس الحسين صلوات الله عليه، يقتل الأبرياء، يفجر الأبرياء في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، هذا يقوم بهذا العمل، أو الشخص البعيد هو الذي يقوم بهذا العمل؟ الحقيقة من الناحية الاجتماعية أنا لا أدعي الإطلاق، حكمي من حكم مطلق، القضايا نسبية. يعني لاحظوا معدل هؤلاء الذين يحضرون والذين لا يحضرون، لاحظوا هؤلاء حياتهم ولاحظوا حياة أولئك. أعمق القيم النبيلة تولدها هذه المجالس. إذا أخذت ابنك إلى المجالس، إذا وضعت مجلسا في بيتك، شوف ابنك شلون ينشأ. وإذا الابن نشأ بعيدا والبنت نشأت بعيدة في الأجواء التي تعرفونها، تشوفون الابن كيف ينشأ والبنت كيف تنشأ. لذلك في الواقع، بالإضافة إلى البعد الأول، البعد الشرعي، أكو هنالك بعد اجتماعي لهذه القضايا، وهي أن هذه المجالس والمنابر تخلق نفوسا طيبة. أكو في الأحاديث أنه زوج ابنتك من لا تلاحظ الثروة والجمال والمال، زوجها من متدين. ليش؟ لأنه إما يحبها وإما لا يحبها، إذا أحبها أكرمها، وإن أبغضها ما توافقت طبايعهم، أخلاقهم لم تنسجم بعضها ويا البعض الآخر، وإن أبغضها لم يظلمها، يتعامل معها معاملة عادلة. هذا هو الشيء الذي تربيه مجالس الإمام الحسين صلوات الله عليه. إذا كانت هذه المجالس بالشكل الذي ينبغي، بالشكل المطلوب، ما كانت هذه المشكلات في بيوتنا، لقلت هذه المشكلات. إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. البعد الأول هو البعد الفقهي، والبعد الثاني هو البعد الاجتماعي، والبعد الثالث هو البعد الغيبي. أحياناً لا تتعلق المشيئة الإلهية، المصالح تمنع، أما كانوا يقتلون أنبياء الله؟ نبي من أنبياء الله كانوا يأخذوه ويذبحوه، والله ما كان يتدخل غيبيا لمصالح، لأن هذه الدار دار امتحان، دار ابتلاء، ولكن في غالب الحالات، لعله يمكن أن نقول بالقطع واليقين، في غالب الحالات تتدخل الإرادة الغيبية. الإنسان إذا توسل بهم، إذا لجأ إليهم، يتدخلون غيبيا لحل الأمور. والله تعالى جعل الحياة بشكل كل واحد مبتلى. الآن أخذوا الحاضرين هنا واحدا واحدا، كل واحد عنده مشكلة تقض مضجعه، مشكلة ما تخلي يتهنأ. امتحان بعد امتحان، الدار دار ابتلاء وامتحان. الإنسان يجب أن يلجأ إليه، أن يحضر، أن يضع المجالس في بيته إذا ماكو هنالك محذور في ذلك، ويستمد منهم العون في شؤون الدنيا والآخرة. أنقل هذه القضية بلا واسطة. قبل
سنوات، لعله 4 سنوات 5 سنوات، رجل أعرفه، هذا كان قد ذهب مع عائلته إلى مشهد في ظل ظروف معينة، هو وزوجته وطفل عنده. الطفل هنالك في مشهد يبتلى بمرض، بعد ما يستطيع يأكل، طفل رضيع هو ما يستطيع يشرب الحليب، وكلما يأكل لا يستقر في داخله. طبعا هذه الحالة حالة تؤدي إلى الموت. يقول أنا في مشهد شغلي كان هذا صاير، الصبح أخذ الطفل أوديه إلى دكتور، يعطيني دواء، أجي للبيت نعطي الدواء لهذا الطفل، ماكو فايدة. بكرة نروح إلى طبيب ثاني لعل هنالك علاجا لهذا، أيضا ماكو فايدة. يقول والطفل يضمر ويضمر، طفل رضيع ما إلى لسان، ما يتمكن يتكلم ويبكي وما يخلينا بالليل ننام، وحقيقة حرب، حرب أعصاب في داخل البيت. يقول في يوم من الأيام أنا هواي كنت منزعج من هذه الحالة، لأن هذا الطفل دا يموت قدام عيني، كل شيء ما أقدر أسوي، وأدوية الأطباء لم تجدي. يقول في يوم من الأيام دخلت للبيت، شفت يشوف زوجته لابسة عبايتها وبوشيتها وملابسها ودا تطلع. يقول لها وين؟ تقول دا أروح إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول ليش؟ يقول أنه أطلب شفاء هذا الطفل من الإمام الرضا. يقول لها وين الأدوية؟ الأدوية التي كانت حتى هو يجي يعطيها للطفل، قالت كلها ذبيتها بالزبالة بحالة انفعال شديد. يقول أنا مشفتها في هذه الحالة ما قلت لها شيء. يقول فعلا راحت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه دقائق أو مدة، ثم رجعت إلى البيت. يقول إحنا مغفلنا عن القضية بالمرة، ظهر تغدينا والليل صار وبكرة والطفل أخذ يلتقم الحليب. يقول إحنا غافلين عن القضية، مرة واحدة التفتنا أنه شنو الذي حدث، هذا الطفل ما كان يستقر اللبن في أمعائه، وإذا بنا نلتفت إلى أن ذلك التوجه في لحظات أنقذ هذا الطفل من موت محقق. وهذه القضايا بالمئات حقيقة إذا تدون عن مصادرها الموثقة بالمئات، الإنسان يجب عليه أن يلجأ إليهم لحل مشكلات الدنيا والآخرة. أقرأ عليكم بعض الروايات. سأل موسى بن عمران من الله سبحانه وتعالى، قال له إلهي بما فضلت أمة محمد؟ على سائر الأمم، قال الله تعالى بعشر خصال، هذه الخصال تختص بها هذه الأمة المرحومة. قال موسى صلوات الله عليه وما تلك الخصال؟ الله عدد له الخصال واحدة بعد الأخرى. ثم وآخر خصلة من هذه الخصال كذا وكذا وكذا، ومنها وعاشوراء، من الأشياء التي اختصت بها بهذه الكيفية وبهذا الشكل هذه الأمة. قال موسى وما عاشوراء؟ قال الله تعالى البكاء والتباكي على سبط المصطفى. والمرثية والعزاء
على مصيبة ولده: يا موسى، ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان بكى أو تباكى أو تعزى على ولد المصطفى إلا وكانت له الجنة. وما من رجل أنفق ماله في محبة ابن بنت المصطفى درهما أو دينارا إلا وباركت له في دار الدنيا وغفرت له ذنوبه. الرواية الثانية: حماد يقول: دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فقلت له: إني أدخل بلاد الشرك. كانوا يروحون إلى البلاد الأجنبية في ذاك الوقت، وإن من عندنا يقولون: إن مت هنالك حشرت معهم. إذا واحد راح إلى بلاد الشرك ومات هناك يحشر معه مع الكفار، صحيح هذا الكلام؟ فقال لي: يا حماد، حقيقة هذا مؤسف، جدا مؤسف. إذا كنت ثم، يعني في بلاد الكفر، تذكر أمرنا وتدعو إليه، هناك عندك حرية، تتمكن تقول ما تحب، تتمكن أن تعقد مجالس العزاء على الحسين صلوات الله عليه، لو ما تقدر. قلت: نعم، هنالك في بلاد الكفر توجد الحرية. قال: يا حماد، فإذا كنت في هذه المدن في بلاد بني أمية وبني العباس الذين كانوا يدعون الإسلام، تذكر أمرنا وتدعو إليه، تقدر تعقد المجالس أو ما تقدر؟ قلت: لا، ما أقدر، حقيقة في بلاد المسلمين واحد في زمان بني أمية وبني العباس لا يتمكن أن يعقد مجالس الحسين، وفي بلاد الكفر واحد يقدر يعقد هذه المجالس، هذا الألم واحد وين يودي؟ الكتاب في مدح أهل البيت يمنع في بلاد المسلمين ويجاز في بلاد الكفر. فقال لي: يا حماد، إنك إن مت ثم هناك في بلاد الشرك حشرت أمة وحدك وسعى نورك بين يديك. هذا يحشر وحده يوم القيامة ونوره يسعى بين يديه ويساق إلى الجنة. الرواية الثالثة عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: من تذكر مصابنا وبكى كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت قلوب. الله تعالى إن شاء الله يجزي الذين سعوا وعملوا في هذه الأيام، حقيقة الهمم كانت بحمد الله مشكورة والمجالس كانت عامرة، والله سبحانه وتعالى وفق المؤمنين إلى هذه الخدمات التي هي ذخر ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. المهم أن تبقى هذه المجالس وأن توسع هذه المجالس وأن تقام هذه المجالس في كل بيت بيت، أولا واجبة، وثانيا تربي أولادنا وبناتنا، تربيهم، وثالثا يؤمل أن تكون هذه المجالس وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى لحل مشاكل الدنيا والآخرة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.